اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الاخير من الحلقه. كابتن صالح الداود استاذ ناصر الغربي هم ضيفا حلقه الليله. خلينا نشوف توقعات الامس لمباراه اليوم. ناخذ توقعاتكم لمباراه الغد، الفتح ونجران تركي. الفتح ونجران. الفتح. الفتح كم؟ 2-0. Congratulations. 2-0. عبد الغني، فتح نجران. نجران 2-1. نشوف عناوين صحافة الصباح. في صحيفة الوطن، رئيس الوحدة: نحن مستهدفون ببث روح اليأس لدى لاعبينا. وحافلات الشرقية توقد شرارة انتخابات الحكام. وثلاثين مليون تقود لتلويح إدارة الاتحاد بالاستقالة. في الرياضة: الاتحاد يختنق ماليا. وصندوق المهنة دسم. في صحيفة الحياة: المهنة والعمر يكسبان الانتخابات وينتصران على الكثير والقحطاني. في عكاظ: مدرب الاتحاد يغلق التدريبات ويؤجل تشكيلة الوحدة. في صحيفة النادي: عضو شرف يتوعد 5 إعلاميين بغرامة 2.5 مليون ريال. و 150 مليون تدخل خزينة الاتحاد. هذه عناوين صحافة الصباح، تفاصيلها بكرة الدورة في الجرائد. نشوف ضيوف حلقة الغد. الكابتن فهد عبد الواحد لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي سابقا، ومحمد المطلق لاعب نادي الشباب والمنتخب السعودي سابقا، وعبد الإله النصار لاعب نادي النصر الأولمبي. هذول ضيوف حلقة الغد. بكرة راح نتكلم مع الثلاث الأجيال أو هالأجيال المختلفة عن رحلة الرياضة السعودية في المملكة العربية السعودية، رحلة كرة القدم تحديدا، كيف بدأت وين وصلت ومتوجهة لوين. كابتن صالح شكرا جزيلا لك، شكرا لوجودك. شكرا لك. شكرا وصباحك وطن إن شاء الله. شكرا. كابتن ناصر شكرا جزيلا لك، شكرا لوجودك. شكرا لك. حلقات قادمه. شكرا لك. شكرا للزملاء في اعداد البرنامج، وشكرا للمشاهدين والمستمعين. شكرا لك. موعدنا غدا ان شاء الله 11:30 في امان الله.